بتقول سدي خربان البيوت ما في أسهل منه، بس العمار أصعب بكتير. يلي بيعني يلي بينخرب بده كتير وقت حتى يرجع مثل ما كان، هي إذا رجع. آخ يا ستي، إذا بيته هيك كيف إذا بلد بكامله؟ صعب كتير ترجع بلادنا مثل ما كانت. هادي أخواتي بعد حرب دامت سنين علينا وتعرض اقتصادنا لخسائر مرعبة. بحسب الناتج المحلي لعام 2022 أقل من ثلث قيمته في عام 2010، ومن بعد 12 سنة من الهزات الارتدادية الإنسانية يلي دمرت البلد إجانا الزلزال سنة 2023، كانت قوته 7.8 درجات، وقدرت الأضرار المادية بنحو 5.1 مليار دولار، وفاقمت الدمار في بلد أنهكته سنوات الحرب. بعد نقاشات دولية أعلن البنك الدولي أنه بنحتاج 7.9 مليار دولار لتكاليف إعادة الأعمار على مدار 3 سنوات بسبب الخسائر الهائل. وبحسب إحصائيات البنك الدولي الأخير فإن 77 من المباني في سوريا دمرت بالكامل، و202 تضررت بدرجات متفاوتة، و657 من الوحدات السكنية تضررت. بيفتقر إعادة أعمار بلدنا بعد الحرب إلى إجماع القوى الكبرى، ومن الصعب أنه أعمال إعادة الأعمار تكتمل بدون مساعدات وقروض دولية كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي عنا. وما بننسى قانون قيصر يلي عم يخلق اقتصادنا كل يوم أكثر من يلي قبله، ومع ذلك في أمل أنه رح ترجع سوريا شي نهار.